بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على رسول أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام على روح الله الخالدة في ذاكرة التاريخ الرافد الثوري لاستنهاض الأحرار. السلام على السيد العارف صاحب الظل الوارث. السلام على الإمام الرشيد الرجل الأمة الذي اختصر حركة الزمن أو الزمان والمكان بسموه وتعففه عن زينة الدنيا الفانية وزخرفها وزخرجها، وتمسكه بالعروة الوثقى والنبع الصافي ليعود في طريق الجمال نحو مبتغى الرضوان الإلهي. السلام على نبتة الأرحام الطيبة وثمرة الأصلاب الميمونة من سلالة باب الحوائج إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام الله. السلام عليك يوم ولدت ويوم أثرت ويوم انتصرت ويوم رحلت ويوم تبعث حيا. السلام على من ألهمتهم فاستفاقت بهم الهمم وغذيتهم لتحيي بهم الضمائر والهمم. السلام عليكم يا أبناء مدرسة الإمام الخميني الراحل الكبير ورحمة الله وبركاته. رحلت إلى صحة الرحيم وبقيت نبضا في كل صدر ظاهر، ومضيت لا تمضي لغير مسيرة مكررة ولكل قلب ثائر. يا سيدي ألهمتنا نيل العلا والبذل في درب الجهاد الأكبر. نعم رحلت يا سيدي إلا أن من نعاك كان مخطئا، فحري بنا أن نمنع أحلامنا وآمالنا بأن تبقى لتملأ الدنيا بعبق أنفاسك وسيف حكمتك الهاطل على الأرواح الجدباء التي تخضر وتنبت كلما تساقط عليها أمطار عطفك وقوتك. أيها الحضور الكريم، لم يكن الإمام الراقي شخصية عابرة في التاريخ الناصر لهذه الأمة، فهو لم يترك أثرا مؤثرا بحدود جغرافية، فلقد أحيا الناس في عصر يضج بالظلمات والعذابات، واحتضن المستضعفين في كل أصقاع الأرض، وأسس للحق وطنا يمتد في آفاقه وسعته بامتداد النقد في صدور الأحرار. إن شعبنا في البحرين عاش الظلمات الظلامات والاضطهاد، ولكنه شعب لا يرضى الطعيم والذل كما هي مدرسة الإمام الخميني المحمدية الأصيلة، فأبى إلا أن ينهض كما نهض وأن يبعد ثورته على الطغاة والقتلة كما كانت ثورته المباركة، فأشعل ثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة وحدد بوصلته نحو إسقاط كيان العدو الخليف المجرم الذي لم يبقي لله حرمة إلا وانتهكها، ولم يبقى جرم في حق هذا الشعب إلا وارتكبه. نعم لقد قتل أبنانا وسبى نساءنا وارتكب ما ارتكب بالحرمات في أهل المساجد. سيدنا أيها الرجل الأمة، تعلمنا منك أن الحق أبقى وأمضى وأن الباطل أوهن وأعجز، وتعلمنا منك أن المظلوم منتصر والظالم منتصر، وتعلمنا منك أن نلتزم بتكليفنا الشرعي والأخلاقي وأن نبدأ طريق الأحرار والثوار بمحاربة الأنا وحب الذات، لأنه المنهج السليم والبداية الصحيحة.
نحو تحقيق النصر الحقيقي في هذه الصنم عبارة الذات، وفي هدم عروش الظلم والطغاة وإسقاطها. رحمك الله يا رب الأمة يا روح الله. الموسوي الخميني سائلين المولى عز وجل أن يلهم الملايين لمحبيك الصفر والسلوان، فمرارة رحيلك لا تنتهي أبرار مرور الزمن. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم عن ائتلاف الرابع من ثورة 14 فبراير 13 يونيو حزيران البحرين المحل. والسلام عليكم.